السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حورية شانيل. نتمنى وانتم كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم سلطة ديال الفواكه، كيف ما كتشوفوا كتجي رائعة، والتزيين بطبيعة الحال كيبقى حسب الاختيار ديال كل واحد والذوق ديال كل واحد. نتمنى ان السلطة ديالي تعجبكم وتجربوها، راها كتجي لذيذة وزوينه وكتحمر الوجه. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. غادي نحتاجو ليها كيف ما كتشوفوا معايا، هنا عندي البنان قطعته قطع قطع صغيره، التفاح كذلك قطعته قطع صغيرة، هنايا الفرومبواز قطعته حتى هو قطع صغيرة، هذا الأناناس مقطع، هادو الكيوي أنا خليتهم هكذا. من بعد غادي نقطع قطع صغيرة اللي غنحتاج، وهادو غنخليهم بحال هكذا للتزيين. عندي هنايا شوية ديال الزبيب وليمونة وحدة غادي نعصرها من بعد. دابا غادي ندوزو، غنجيب واحد الإناء اللي غادي نوضعوه هنايا، غادي نصبو فيه الفواكه اللي عندنا بحال هكدا، هاد الفرومبواز أنا مدرتش بزاف غير باش يعطيني شوية اللون. دابا غادي ندوز نقطع الكيوي، من بعد ما قطعت الكيوي تقريبا نص حبة ديال الكيوي كيف ما كتشوفوا، غير باش يعطيونا اللون والمنظر زوين. غادي نخلطوهم بحال هكذا. دابا غادي نعصروا الليمون، هناخدو ليمونة غادي نقطعوها بحال هكا وغادي نعصروها غير على هاد الطريقة هادي، غير باش ما يكحلش لينا التفاح والبنان، ما غاديش نحتاج بزاف، يعني نص ليمونة او ليمونة ولا اللي بغيتو نتوما، يبقى لكم الاختيار. انا هنا غنكتفي غير بهاد الليمونه بوحدها بحال هكا صافي. غادي نخلطوا العناصر كاملين مزيان باش يشربوا لينا شويه هاد الليمون ويعطي فيهم النسمه ديالو. دابا غادي ندوزو نديروه في الإناء اللي غنقدمو فيه أو في الكؤوس اللي غنقدمو فيها. أنا غادي نقدم هاد الزليفات هادو كيف ما كتشوفو، هما اللي غادي نقدم فيهم، تبعو معايا المراحل وغتشوفو كيفاش غيجي الشكل النهائي. كيف ما كتشوفو هاد الكيوي اللي أنا قطعتو بهاد الطريقة، غادي تشوفو معايا كيفاش غادي نزين بيه. غادي نحطو بحال هكا الجوانب ديال الزليفة ديالي باش يعطينا واحد المنظر من الخارج بحال هكذا، وغادي نصبو عليها السلطة الفخوي ديالنا. على هذا الشكل هذا غادي نكتفيو بهذا القدر. ودابا غادي ندوز باش نزينها، وللتزيين انا غادي نحتاج هاد البومب هادي ديال الكريمه، شويه ديال اللوز اللي انا مهرمشاه، وشويه ديال الفرومبواز. غادي تشوفوا معايا الطريقه، بسم الله
نديرها على شكل وريضه بحال هكا، وغادي ندير فوق منها شويه ديال اللوز. التزيين كيبقى حسب ذوق كل واحد. ناخذ واحد الفرومبوازه وغادي نوضعها من الفوق على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كتجي زوينه شكلا كيف ما كتشوفوا من هنا كي تتبان. السلطه ديالي هي هذه كيف ما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. الكيوي كيجي زوين، كيجي رائع الديكور ديالو. نتمنى ان الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بلي لايك ولي جيم زوينين ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.